مارسيل كولر النهارده بعد المباراه في المؤتمر الصحفي قال اخبرت اللاعبين بين الشوطين ان اي لاعب هيلعب بكسل او لحمايه نفسه من اجل خوض نهائي ابطال افريقيا فالعواقب هتكون وخيمه خلال اللقاء. وده اللي انا كنت لسه بقوله لحضراتكم. الاهلي كان بادئ هادي، الاهلي فاق بس لما دخل فيه الجول، حس ان المباراه بتضيع. اللعيبه نازله هنكسب ومش عايزين نتصاب وباقل مجهود عشان عندنا نهائي افريقي، لا اتخطفت جول، كوره ملهاش كبير. كوره ملهاش كبير. تعال نسمع تصريحات مارسيل كولر بعد المباراه ونرجع نكمل كلام. لو اتكلمنا عن المباراه في المجمل طبعا اكتر من 90 دقيقه لعبنا، اعتقد ان احنا كنا مسيطرين تماما على المباراه طول الوقت، بنمارس ضغط طول الوقت، ماسكين كوره طول الوقت، المنافس واقف تحت الكوره تقريبا طول المباراه وبيلعب على الهجمات المرتده. الشوط الاولاني اضعنا فرص كتير، منهم اثنين كان لازم يخشوا جوان مش عارف ضاعوا ازاي، لكن اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين، نزلنا الشوط الثاني بنكمل برضو عمليه الضغط، قلت للعيبه لازم نصبر ما نزهقش ما نيأس مهما يحصل في المباراه، لازم عندنا ثقه وعندنا صبر ان احنا نرجع لاي حاجه تحصل. نزلنا الشوط الثاني بنضغط اكتر بنحاول اكتر، وبعدين المنافس في كوره مرتده يمكن الفرصه الوحيده على الجون الخطيره بيشوط شوطين بصراحه رائعين جدا، الشوطين ما يتصدوش، الشوطين فيهم توفيق غير عادي، ما اعرفش الشوطين دول جم ازاي، لكن بصراحه الجون جميل جدا وما يتصدش يعني. ده طبعا ادى المنافس دوافع اكتر وحماس اكتر ان هو يحاول يطلع بالمباراه بالشكل ده، فاحنا عملنا تغييرات، التغييرات كانت كويسه جدا، اللعيبه اللي نازله ساعدتنا كتير، كان حركوا الامور كويس جدا، اللعيبه اللي نازله كلها ادت فوق ال 100% وحركت لنا الامور وضغطنا اكتر وبدانا ان احنا نجيب اجوان. عمر كمان نازل جاب جون وعمل اسيست الجون الثاني، توني جاب جون الحاسم وكان تغييره كويسه جدا في وسط الزحمه دي، ان انت بتنزل مهاجم بالمواصفات دي بيقدر ان هو يخطف لك جون. كمان حسين نزل كان كويس جدا وادى برده حرك الامور وكان هجوميا قوي جدا. ففي المجمل احنا سعداء جدا بالنتيجه، سعداء جدا بالفوز المستحق، وده اهم شيء. ثلاث نقط النهارده الاهلي في المحله ان هو بالقوه دي، السنه اللي فاتت كان برضو جمهور الاهلي هنا كان جمهور مميز جدا وساعدنا كتير السنه اللي فاتت، فانا جاي وانا حاطط في بالي جمهور الاهلي في المحله ان هو جمهور مختلف، وفعلا النهارده حماس غير عادي، دعم طول الوقت، مسانده طول المباراه، كانوا اللاعب ال 12 معانا في المباراه ما بيزهقوش ما يئسوش لغايه اخر ثانيه، بيؤمنوا بالفريق. انا من الناس من المدربين اللي بتحب الجمهور جدا وبيحب ان دايما يلعب في استاد مليان واستاد فيه جمهور، لان دي حياه كره القدم والكره بتتلعب عشانهم، فبيدوا حماس مختلف، بيدوا قوه مختلفه. زي ما قلت لحضرتك هم اللاعب 12 كانوا النهارده معانا في الملعب، قوتهم بحتاجها دايما في كل وقت في كل بطوله في كل مكان. بشكر الجمهور جدا جدا النهارده لان هم ساعدونا كتير، ولولاهم يمكن الامور النهارده كانت تبقى اصعب كتير. والحمد لله اللعيبه اللي معانا عمرها مش 116 سنه، فما بيلعبوش ما خدوش كل التاريخ، ما يعرفوش التاريخ ده كله او ما عاصروش الحاجات الوحشه كلها، لكن هم لعبوا هنا اكتر من مره واكيد حققوا نتائج كويسه السنه اللي فاتت، حققوا نتيجه كويسه على الملعب ده. المشكله بتبقى في الملاعب اللي بره استاد القاهره، استاد القاهره هو افضل ملعب في مصر بفارق عن اي ملعب تاني، عشان برضو نبقى متفقين. الملاعب التانيه كلها بيبقى كل ملعب فيه صعوبات، الاراضي ما بتبقاش، الارض النجيله ما بتبقاش مستويه، الملعب ما بيبقاش مستوي، الكره بتاعتنا كلها كره على الارض، فبيبقى فيه صعوبات على الملاعب الاخرى ومنها الملعب ده، لكن احنا لازم نقبل ده ولازم نتقبله ونحاول ان احنا نتعامل معاه. النهارده مثلا الملعب ما ترشش بشكل كافي وما ترشش خالص، رغم ان انا اعرف ان اتحاد الكوره اصدر قرار من السنه اللي فاتت في اللائحه ان لازم الملاعب تترش قبل المباريات، ده ما اتعملش النهارده. ارجو ان اتحاد الكوره يراعي ده، ان ما ينفعش ده يحصل، ما ينفعش الطريقه دي، احنا بنلعب مسابقه رياضيه. لكن برضو بنقبل كل الظروف، بنقبل كل الاوضاع وبنحاول نتعامل معاها، واحنا بنأهل لعبتنا دايما لكل الظروف، والحمد لله اللعيبه النهارده فاتت على الموعد وحققت نتيجه كويسه.